لماذا يحتاج العالم إلى أخصائيين في الأرصاد الجوية؟ ماذا أرتدي اليوم؟ متى نغرس البذور؟ وما اللازم للتكيف مع آثار تغيير المناخ؟ نتيجة لقراراتنا حيال أكبر التحديات التي تواجه البشرية، تتأثر كل أنشطتنا بالطقس والمناخ والماء. منذ القدم قد درست معظم الثقافات الطقس وتغيير المناخ، واليوم بالتقدم العلمي والتكنولوجي نجمع رصدات تفصيلية بأدوات القياس الحديثة، وبأقوى الحواسيب في العالم نتعرف على تفاعل الغلاف الجوي الأرضي مع المحيطات واليابس والماء، ومن ثم التنبؤ بالمناخ والطقس. ولتحويل هذه النتائج إلى معلومات مفيدة يتطلب هذا عدداً كبيراً من أخصائيي الأرصاد الجوية والهيدرولوجيين المهرة الذين يعملون في كل مكان وعلى مدار الساعة. وبفضل هؤلاء الأشخاص يحصل مقررو السياسات على تنبؤات ومشورات عالية الجودة يمكنهم إدراجها في التخطيط الوطني واتخاذ القرار. يقدم الخبراء معلومات قيمة لقطاعات الاقتصاد الرئيسية كقطاع الشحن والنقل الجوي اللذين يعتمدان على التنبؤات الجوية للحد من المخاطر، وأيضاً قطاع السياحة والترفيه لتخطيط الأنشطة الخارجية والحفاظ على السلامة. وفي قطاع الزراعة يساعد أخصائيو الأرصاد الجوية المزارعين في تحديد أفضل توقيت لغرس البذور وحصادها، ويقدمون تنبؤات هامة للمسؤولين عن الطاقة والمياه لحماية الموارد وتعزيز الطاقة المتجددة. ويقدم هؤلاء الخبراء جهوداً وطنية لتحسين صحة وسلامة الناس، بدءاً بالتنبؤ بالأمراض المنقولة بالهواء والماء، ووصولاً للتحذيرات المبكرة بالعواصف والفيضانات الخطيرة. وتعتمد الجيوش الوطنية أيضاً على المتنبئين لحماية الجنود والعتاد ووضع الاستراتيجيات. لعل الوجه المعروف للأرصاد الجوية هو مقدمو النشرات الجوية، فهؤلاء الحرفيون لديهم المعرفة والموثوقية لتنوير الجمهور وتثقيفه وتحذيره من الظواهر المتطرفة. ويستخدم هؤلاء الأخصائيون والهيدروليجيون أجهزة متطورة لمعالجة مسائل معقدة مثل المحافظة على سلامة الطائرات وتقليل التلوث وتحديد ما اللازم مع تغيير المناخ وإسداء المشورة بشأن التنمية المستدامة. لقد زاد العبء اليوم من معارف ومهارات لازمة لأخصائي الأرصاد الجوية، فمسايرتهم للتقدم العلمي والتكنولوجي فقط ليس كافياً، بل عليهم الحصول على معارف متخصصة كتحويل البيانات إلى خرائط ورسومات بيانية. بإمكان أخصائي الأرصاد الجوية إبلاغ مجموعة متنوعة من المستخدمين وفوراً بالآثار المحتملة بمخاطر الطقس وتغيير المناخ. وبما أنهم والهيدروليجيون معاً لخدمة عدة مرافق كمرافق الطقس، معاهد البحوث الوطنية، شركات القطاع الخاص، المطارات وهيئات الشرطة، فلا بد من الدراية التامة بهذه القطاعات. لا شك أننا نحتاج الآن إليهم وإلى هيدرولوجيين مدربين جيداً ويتمتعون بمهارات عالية. وحتى تعين الحكومات أشخاصاً يهتمون بهذين المجالين، لابد من الاستثمار في مزيد من البرامج الدراسية والتدريب ومواصلة برامج التعليم المهني. والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مجهزة جيداً لتلبية هذه الاحتياجات بما تضمه من 60 شريكاً إنمائياً ومؤسسة وطنية ومركزاً إقليمياً للتدريب. كل هذه الأطراف توفر التدريب لآلاف المهنيين سنوياً لا سيما في البلدان النامية. ما أسرع عالمنا، لذا فإن خبراء الأرصاد والمناخ والهيدرولوجيين والمتنبئين ومذيعي النشرات الجوية سيكون لهم الغد دور متزايد الأهمية للنهوض الاجتماعي الاقتصادي وتعزيز رفاه البشرية في مختلف أنحاء العالم.